قرابة 40,000 منتخبا محليا يمثلون 45 حزبا سياسيا كانوا اليوم في الموعد لتحديد قائمة 48 عضوا جديدا سيلتحقون بالغرفة العليا للبرلمان مع بداية 2016 في إطار التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة والذي يجرى كل 3 سنوات. وعلى غرار ولايات الوطن، توجهت الهيئة الانتخابية بولاية الجزائر العاصمة لاختيار ممثلها من بين 6 مترشحين في ظروف وصفت بالحسنة. الهيئة الانتخابية لولاية الجزائر تتشكل من 1254 ناخب. بالنسبة للتحضير، الإمكانيات المادية هي كل الإمكانيات اللي نص عليها القانون، وضعناها تحت تصرف مكتب الاقتراع. مكتب الاقتراع للإشارة يتشكل من قضاة. خصوصية انتخاب أعضاء مجلس الأمة هو أنه مكتب الانتخاب يشرف عليه القضاة، والعملية تجري في ظروف عادية. المنافسة الانتخابية على مقعد ولاية الجزائر العاصمة خاضها 6 مترشحين، 2 منهم من الأحرار و4 منهم من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وكذا جبهة القوى الاشتراكية وحركة مجتمع السلم. قمنا بعملية تحسيسية ولقاءات، وكل حزب قيادة الحزب مع أعضاء اللجنة المركزية، أعضاء المكتب السياسي، قاموا بدور مكثف وحضور المنتخبين وخاصة الأحزاب المدعمة. عنا اللي زيلي لوكو، عنا 800 صوت اليوم هم منا تاع كما يقولوا مترشحين انديبوندون، كاين اللي ماشي مترشحين. عندنا جماعة درنا تفاهمنا مع أحزاب، تلاقينا معهم، قنعونا وإن شاء الله يعطونا أصواتهم. هي مرحلة نشارك ممثل جبهة القوى الاشتراكية، وهذا أعتز به، ولكن فهي مرحلة نعتبرها ليست مهمة بالنسبة لنا، وهذا البوست هذا المنصب ليس مهم لنا، لا يساوي شيء أمام أهدافنا. التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة يأتي بعد استدعاء الهيئات الانتخابية لولاية الوطن من قبل رئيس الجمهورية استناداً لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حيث تمس العملية 48 عضواً من بين 96 يمثلون ثلثي تشكيلة المجلس، ينتخبون عن طريق الاقتراع السري غير المباشر بعد انتهاء عهدتهم والتي تدوم 6 سنوات، في حين يعين رئيس الجمهورية 48 عضواً المتبقين في إطار الثلث الرئاسي من بين الكفاءات الوطنية. وفي انتظار إعلان النتائج، يبقى التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة يستقطب أنظار جل التشكيلات السياسية الطامحة لفرض وجودها داخل السلطة التشريعية.